بكل الحزن وبكل الأسى بننعى فنانة جميلة أفنت عمرها في الفن وفي شغل الفن أكتر من 50 سنة ويزيد وهي بتشتغل في المجال الفني منذ نعومة أظافرها وهي بتعمل في المجال الفني ما بين الأزياء وعروض الأزياء وبعدين كده اتجهت إلى التمثيل مسرح وإذاعة وتلفزيون مجهود كبير منظمة شاطرة مجتهدة الفنانة رجاء الجداوي. وفاة الأستاذة رجاء بجد يعني أنا شايفة إنها عطت درس مهم جدا مش للفنانين بس لكل الناس عموما إن أنت ممكن تسيب لأولادك ورث له فلوس ولا أطيان ولا عقارات ولا الجو ده كله أنت ممكن تسيب لهم سمعة طيبة قد إيه شفت كل الناس حزن عليها يعني الوطن العربي كله كله ما فيش حد ما نزلش نعي كانت فعلا زي ما سيادة الرئيس قال كانت شيك احنا واخدين عنها فكرة طول عمرها انها شيك في لبسها لكن لا احنا شفناها وعشرناها واشتغلنا معاها الست دي كانت شيك في اخلاقها في تعاملاتها في التزامها في شغلها قد ايه كان عندها باور في الشغل بالرغم بسم الله ما شاء الله يعني كان سنها كبير وكان عندها عطاء وما كانتش بتبخل بالنصيحة للي أصغر منها كانت دايما بتدي نصايح وكانت دايما بتحتوي اللي معاها حلوة قوي ومهمة قوي إنك تسيب سمعة طيبة إن أنت بعد وفاتك تخلي الناس تدعي لك ومش تدعي لك لوحدك تدعي لأهلك وتدعي للي ربوك لأن هي إذا كانت هي طالعة بالأخلاق دي فأكيد كان وراها حد رباها وراها حد أسسها ربها على مبادئ عشان كده من صغرها احنا شايفينها كده قدامنا فربنا يرحمها وبنعزي أميرة بنتها وحفيدتها وبنقول لها بجد احنا كلنا الأستاذة رجاء بنتشرف بيها مش انتي بس. ألو ألو الأستاذة نجوى فؤاد اهلا يا بدريه ازيك ازاي حضرتك الحمد لله ازيك انت وحشتينا يا استاذه وانت كمان وحشتيني من يوم المسلسل ما شفتكيش هنتقابل ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي مساء الخير يا مدام نجوى انتصار حبيبه قلبي ازيك يا مدام نجوى عامله ايه ازيك الحمد لله بس احنا الحلقه دي عاملينها عشان نكرم ونقول نبذة عنها اللي ودعتنا وعشان ما لحقناش فعلا نديها وقتها فقلنا طب نعمل اي حاجه ولسه كنا بنزيع من شويه التكريم ورجاء ما بتحبش مين رجاء بتحب الناس كلها والناس كلها بتحبها بس شفتي كانت ناجحه ازاي اجتماعيا مع كل طبعاً الوسط ست الفني ست مثقفة وست متربية كويس وست عارفة تربي بنتها كويس مكافحة زي حالتنا وأكتر بكتير وذكريات حضرتك معاها ايه؟ أنا حبيبتي رجاء أختي هي بصراحة كانت أختي أي نعم احنا مقربين لأن هي كان شغلها في الأيام السنوات الأخيرة بالذات كان يعني ما بيخلي ما عندهاش فرص غير انها تجامل في عزاء او في فرح او في تكريم او بتاع يعني وقتها كان على قدها لكن انا ما فيش مناسبه لما اشوف فيها رجاء وهي دايما كانت في سيره حضرتك لما اكلم رجاء فيعني رجاء حاجه كبيره قوي يعني استغفرك يا رب تقول لك واحد مش قادر يصدق والله اللي بس شفتي برضو كانت صاحبه واجب ازاي يعني ما تفوتش لحد عزا ما تفوتش صاحبها وصاحبة زملائها وصاحبة اللي مش صحابها متعاطفة مع السيء والوحش والجميل وكل حاجة حتى لو شخص فعلا كم من العطاء رهيب وحتى لو حد سيء والناس كلها مش مختلفة عليه وما بتحبوش لا هي محتوياه برضو
ملهاش دعوة بيه، تقول لهم دي يعني مجاملة ودودة ماليش دعوة بيهم. حابة الناس كلها والناس كانت كلها بتحبها. والله انا كنت امبارح بتقطع للاسف ان انا سمعت الخبر الساعة 12 لتلت الظهر، كنت لسه صاحية وواحدة اسمها ماجدة عميرة صديقتي فبتهزر معايا، لقيتني يعني لسه بفتح عيني، بقول لها انت، قالت لي اه ده انت لسه ما تعرفيش عشان كده ما رحتيش. ما رحت فين؟ قالت عيش انت كذا كذا. قلت يا نهار اسود يا نهار اسود، ربنا يديمها عليكي يا رب وتفضلي كده عامله بنصيحتها، وربنا يخليكي لينا ويطول لنا في عمرك يا استاذه. امين يا رب، وبعمركم ويديكوا السعاده والصحه يا رب جميعا. شكرا يا استاذه. انا طالبه من الناس دايما تترحم عليها وتدعي لها بالرحمه يا رب، حقيقه ترحمها ويحسن اليها يا رب. وان شاء الله ما نلتقيش معاكي في حاجه وحشه ابدا، ونلتقي معاكي في كل ما هو خير وطيب يا رب. نفسي اشوفكم والله بدري، او انتصار نفسي اشوفكم ان شاء الله قريبا. قريبا ان شاء الله يا استاذه، ده شرف كبير لينا نشوف حضرتك. ما نجيلكيش في حاجه وحشه يا حبيبتي. وشوف بقى يعني شوف زميلتها وهي تعبانه ورجليها وجعاها، فوقع في ضيقه، فتقول لها اعملي كذا واعملي كذا. وشفتوا قالت ايه على زميلتها؟ قالت ان هي دايما بتقولي ثقفي نفسك، اقري، ما تبقيش محدوده، عشان وسعي الافاق بتاعتك. شوفوا قد ايه كانت عايزه الاخرين يبقوا زيها ويبقوا احسن منها كمان.